السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بونجور اتوس، كنتمنى يا ربي تكونوا كاملين بخير وبصحة جيدة. وقبل ما نبدأ الفيديو ديالي، حبيت نرحب بكل الناس اللي انضموا لقناتي وساندوني، وكنشكر كذلك جميع الناس من داخل فرنسا أو خارج فرنسا اللي شاركوا في هذه المبادرة الطيبة والحسنة لمساعدة الناس الفقراء والناس المحتاجين، وخاصة على رأسهم الصديقة سيغا رئيسة إحدى الجمعيات هنا في فرنسا اللي كتعتني بالأطفال المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وهي اللي مشرفة على جميع المساعدات وجمع المساعدات وجمع التبرعات، خاصة داروا واحد لاكانيوت باش يجمعوا المساعدات للناس اللي كيسكنوا في القرى النائية وفي دولة مالي، ومنها ملابس، وكما شفتوا راه مكتوب في الأول ملابس وأدوات مدرسية وحتى المواد الغذائية وكل شيء. وكما كتشوفوها الناس مجموعين وفرحانين، كبير وصغير وأطفال بين الفرحة في عيونهم، وكل شيء كيتسنى هاد المبادرة هذه والمساعدات اللي وصلت لهم من فرنسا. وكما كتشوفوها انتوما راه كاع الناس اللي ساعدوا واللي عندهم يد خفية في هاد المساعدات، كنشكرهم بزاف. وكما كتشوفوا ها انتوما الصور ولي فيديو دليل على هاد على الفرحة ديال الناس. والناس اللي باغيين يشاركوا في هاد المساعدات وهذه، راهم شافوا الرقم الهاتف في الاول، او الناس اللي من المغرب اللي بغاو يشاركوا او من فرنسا، وخاصة هي القناة ديالي، يخليولي في التعليق، يخليولي السؤالات ديالهم او اي حاجه احتجتوها، رهن الاشاره نجاوبكم عليها. وان شاء الله هذه المبادره الثانيه، وان شاء الله غادي تكون كذلك في القرى النائيه في المغرب ان شاء الله. نطلب ربي يساعدنا ويهون على الجميع ان شاء الله. والواحد الى دخل راها حاجة كبيرة، إلى دخل الفرحة لقلوب الأطفال وفرح هاد الوليدات اللي ما عندهمش، والناس المحتاجة كذلك، وخاصة في هاد الفصل اللي كاين البرد والشتاء. وإن شاء الله نكون يد وحدة إن شاء الله، ونتم هاد الشيء حتى في بلادنا إن شاء الله. ونتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله وليكم. ما تنساوناش بالاشتراكات ديالكم، والناس اللي غادي يدخلوا جداد يشوفوا القناه يضغطوا على الزر بالاحمر باش يوصلهم الجديد، ويكون عندكم درايه بشنو غادي تتم هاد المساعدات وهاد الشيء اللي كيجمعوا له الاخوان هنا في الصديقات والاصدقاء في فرنسا ان شاء الله في ضواحي باريس. وكنتمنى الخير لكل واحد، وان شاء الله نتمنى ندخلوا البسمه على كل وجه ديال الاطفال، وان شاء الله لا يخلي شي محتاج او يخلي شي واحد مقهور. ان شاء الله نتمنى الخير للجميع، ونتمنى كاع يعم الخير وكل شيء يكون مزيان ان شاء الله، وبصحه جيده ومستورين ان شاء الله، وبالتوفيق كاع اللي عنده يد في هاد المبادرة الحسنة. أعزائي، كما قلت لكم قبيلات، كل الكلمات لا يمكن أن تفي بالامتنان والشكر الذي أكنه لكم في السعي في مساعدة الآخرين، ولا يقدر بقيمة، وما يجزي عليه إلا الله في الدنيا وفي الآخرة. وإن شاء الله نتمنى الخير لكل واحد، ونتمنى إن شاء الله ربي يستجب للدعاءات ويستجب للدموع في عيون المحتاجين إن شاء الله بالخير وبالصحة وبالهناء. Get up! 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 Get
Ga ga nna sa ya ba ba net.
Voilà. Ne m'en a ni 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 ben. Moi, je m'en ai. Thank you.